نصبت الكوادر الهندسية والفنية التابعة لأمانة بغداد محطة كهربائية متنقلة ضمن منطقة العظمية لتخفيف الأحمال الزائدة وحل مشكلة الكهرباء في المنطقة. وشرفت النائب عن تحالف السيادة عائشة المساري ميدانيا على أعمال نصب المحطة الكهربائية المتنقلة، وتقدمت المساري بالشكر لكل من أمين بغداد عمار موسى ومدير شركة توزيع كهرباء بغداد حسين عطا ومدير كهرباء بغداد الشمالي مصطفى خوان. بدورها أوضحت النائب عن تحالف السيادة عائشة المساري أن نصب هذه المحطة الكهربائية تم بعد استحصال الموافقات الرسمية من أمانة بغداد، لافتة إلى أنها ستسهم في تخفيف العبء الحاصل على المنظومة الوطنية ورفع ساعات تجهيز المواطنين بالكهرباء. هذه المحطة اللي اليوم اللي نصبت تعتبر مهمة جدا لأهالي العظمية باعتبار تفك اختناق كبير جدا من ناحية الكهرباء. تدري أنه منطقة العظمية بقضائها ككل هي تعاني من ضعف الكهرباء بسبب أنه عدم وجود مغذيات وعدم وجود محطة. هذه المحطة حتحل مشاكل كثيرة إن شاء الله. طبعا أهالي العظمية هم أهلنا إن شاء الله، وباعتباري ممثلة عن قضاء العظمية وهذه القضاء اللي يعتبر مهم جدا، هم إن شاء الله يعني حتكون هناك خدمات كثيرة جدا تخص هذا القضاء، وأيضا تخص الدائرة السادسة بالذات إن شاء الله. حاليا إنه إحنا بسبب إنه يعني المحولات اللي ننصبها بقضاء العظمية مدى يوافقون عليها يعني مديرية الكهرباء باعتبار إنه المحطة ما تتحمل. هذه المحطة اللي حنخليها تزيد عدد المحطات المحولات اللي موجودة، إضافة إلى ذلك إنه ساعات التجهيز حتكون كبيرة جدا.